Il y a eu de l'enthousiasme, dans tous les regards, sur tous les visages, jusqu'au jour des élections. Et après les élections, il y a eu des réactions. أنا قبل كل شيء قلت لهم هذا كان حلم. تعرفوا وقت اللي كنا أكثرنا برشا ناس توينسا مهجرين وكنا ما عندناش الحق نرجعوا لبلادنا، كي نمشيوا إلى مثل هذه المنتديات وتصير في بلدان يبدأ الإنسان حلم، زعما نعيش حتى الرا هذا في بلادي. تشوف منتدى مثل هذا في تونس وفي الكومبوس، تعرف الكومبوس بالنسبة لجيلي أنا شنو كان؟ فضاء محرر. حتى وقت اللي سنة الثمانينات وقت اللي تونس كانت بدأت تتكبس فيها الأمور، نعرف اللي تحت دكتاتورية بن علي حتى من الكومبوس ما عادش فضاء حر، لكن إنه الكومبوس يستعيد دوره كفضاء جامعي في حرية الكلمة، فيها التعلم، هنا البيبينيير متاع الأفكار متاع السياسة متاع، ويجي فيه فروم كما هذا إنه الشعوب تجي. فما واحدة سيدة يمزلت متفاجئة قالت لي ثم حرية كلام ياسر وثم ساعات أجريسيفيتي، قلت لها سيفي بور سا، إنه لي فروم هذوما إنه الشعب يتكلم، إنه المواطنين يتكلموا ويسألوا، إلى انتقبال الكريتيك ينقدوا، لأنه بالنسبة لي يعطي حيوية لمفهوم قد يكون مازال غايب شوية على التونسي. إيش معناها الديمقراطية التشاركية؟ الديمقراطية التشاركية تبدأ مع المظاهر هذه. وثم أنا نحب زادة نحيي الموفمون ألتر موندياليست، لأنه بالنسبة لي هما أيضا في هذه العولمة وكل يمثلون ضميرا يقظ، يمثلون حراس للقيم الكرامة، لقيم العدالة الاجتماعية، خلينا نقول لإنسانيتنا يوقظونها. فحبذا أنه يتم هذا الإيقاظ ويتم هذه الحراسة للديمقراطية التشاركية، لمفهوم المواطنة، لمفهوم أيضا نقد هذه العولمة، وفي مكان مثل تونس وفي مكان مثل الكومبيس، وما شاء الله بحضور شباب توينسا وشيب أيضا، كلنا شباب في التفاعل مع زوارنا. أنا بالنسبة لي هذا يعني حقيقة لحظة مفصلية. اللي نجم يجيب لها قبل كل شيء هو أنه يعني أنه يتكلم عليها الإعلام، أنها تكون موجودة الآن في الإعلام الخارجي وبطريقة إيجابية. ثم ما أؤكد عليه هو تلاقح الأفكار، تلاقح الوعي السياسي، الوعي الاجتماعي ما بين المواطنين التوانسة اللي يحضروا هنا والناس اللي جايين من برا اللي عندهم تجربة، هما قطعا أكثر، وخاصة إرجاع تنجم تقول مفهوم الحوار مع الآخر إلى معناها الأصلي. نتحاور ليس لكل يشكر كل واحد منا الآخر، بل لكي يوقظ كل واحد منا الآخر ويقلق شوية، ولكن باش نمشي من بعد مع بعضنا شوية إلى قدام.